يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. ودلوقتي عندنا الحقيقه مجموعه كبيره من الملفات اللي هنتكلم من خلالها يعني مع كل حضراتكم، قاريه وايضا عالميه. عندنا استعدادات المنتخب لامم افريقيا، كمان عندنا مصير الدوريات في اوروبا ومصير ابننا محمد صلاح مع ليفربول ومونديال الانديه. مواضيع كثيره جدا هنتكلم فيها وهنفتح ملفاتها ان شاء الله بشكل مفصل مع ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم، مدير تحرير الاهرام الرياضي اللي منورنا. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. يا صباح الجمال، يا ربنا يكرمك. وملفات شائكه. ايوه شائكه وجمال ما يركبش. شائكه وجمال ما يجيش، فعلا في تناقض. ما هو في تناقض، شائكه بشكل جميل. ممكن بس هو في تناقض فعلا. يعني عايز اقول لحضرتك لما نيجي نتكلم عن استعدادات المنتخب لامم افريقيا ونيجي نشوف تصريحات برضو، فكان في تناقض، صح كده؟ على كل حال مش هنركز مع التصريحات، خلينا نركز مع المنتخب دلوقتي ومدى رؤيه حضرتك لمدى استعداداتنا ان شاء الله للفوز، والمجموعه بتاعتنا برضو شايفها ازاي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك بتقولي استعدادات منتخبنا، هي فين استعدادات منتخبنا؟ ايوه شوف بس البدايه، هي شوف البدايه زي العسل. بدايه زي العسل. دي حقيقه. شفت بقى اهو ما غلطناش في الاول. ومش هنتغاضى عن كلام كروش او تصريحاته، لان هي ومش هنجمل الكلام، هو الراجل بيضحك علينا. بس هو اعتذر على فكره، هو او وضح، هو قال الحقيقه، هو قال الحقيقه بقى، اعتذر ما اعتذرش، هو قال الحقيقه، هو عبر عن قناعاته بالظبط. هو الموضوع منتهي يعني، هو مثلا ايه لما قال على كاس العرب ان هو مثلا بيجرب تجربه، مقبول شويه. على اساس ان احنا كان عندنا بعد كاس العرب عندنا حاجتين مهمين جدا، المهم ثم الاهم. المهم هو كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، ثم الاهم والاهم جدا اللي هو التاهل لكاس العالم طبعا في المباراتين الفاصلتين. الراجل لما خلاص احنا خلاص كاس العرب ما له وما عليه، خلاص مقبول تماما بالنسبه لنا، مفيش مشاكل. هو ما له وما عليه فعلا. بالظبط. لما يجي بقى لبطوله كاس الامم الافريقيه وتصريح قبل كده، لا اصل انا ما اتفقتش على كاس الامم الافريقيه، اصل انا اهم حاجه عندي كاس العالم، وانت لو سالت اي حد اوكي انا موافق على كل كلامك بشرط واحد بس، ان انت تنفذه عشان ناخد يا عم كاس الامم الافريقيه واطلع كمان من الدور الاول. انا موافق كمشجع مصري، موافق على ده، بس بشرط ان انت تاهلنا لكاس العالم، لكن ده مش هيحصل. طب واللي يطلع رابع على العرب ويطلع بالمنظر حضرتك تتكلم عليه افريقيا، ده حقيقي؟ ما انا جاي لحضرتك بقول لحضرتك، هو ليه بيضحك علينا؟ هو حاجه من اتنين، هو بيضحك علينا ولا بيستخف بينا؟ يعني الكلام ده ضحك على الدقون ولا استخفاف؟ كله يعني، هو يعني ما هو بيضحك عليها بيستخف بينا برضه. يعني هو الراجل خلاص قرا بقى الدنيا ماشيه ازاي في حزب اهلي، في حزب زمالك، في اتحاد كوره، خلاص هو ايه قال لي جيب من الاخر. شايف غضب جماهيري مجمع. انا فاهم على مختلف الانتماءات، انا فاهم، لكن هو الراجل كان ذكي ليه؟ انه كان ذكي في تصريحاته، انه بيعرف يضحك علينا ازاي. يعني هو قال لك انا معاكم ان انا طموحي ان نوصل كاس العالم، هو المباراتين الفاصلتين نجح فيهم ونتمنى ده، خلاص انا كنت متفق على كده وحققته ورحت كاس العالم. ما حصلش هيمشي، ما هو خلاص ما عندناش. هو ممكن يكمل بعد لو لا ما حصلش، هو ما فيش اصلا حاجه، وده اوبشن يا جماعه، فبالتالي حد يجاوبنا بالظبط، فبالتالي مش هيتحاسب. فهو بعد المباراه الفاصله او المباراتين الفاصلتين ذهاب واياب لكاس العالم، ما فيش كروش لا قدر الله يعني. نتمنى طبعا، اتمنى يحقق كلامه ويبقى صح ونتاهل، ونبقى نشوف الموضوع الاداء ده بعدين. لكن هو بالشكل ده هو راجل بيتحرر خالص، لان هو لو عمل اللي هو عاوزه خلاص هو صعد وتاهل، انا حققت وكنت عندي كلمتي. لكن لو ما حصلش لا قدر الله هيمشي، فما فيش حساب، ما حدش هيوجه له انت ليه فشلت، مش هيقعد في مؤتمر. ما هو الرد هيكون ان هو هيمشي يعني. بالظبط. نقعد بقى نسال احنا دي السيد، نسال محمد شوقي نافن، هيكون مشي بعد ما ضيع علينا كاس العرب وام افريقيا وكاس العالم؟ بالظبط هيكون مش. طب احنا عملنا في نفسنا كده ليه؟ حضرتك هتعمل معاه ايه؟ تقدر تقول لي هتعمل معاه ايه؟ روح اسال بقى كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري، اي حد قدامك اساله، واسال اتحاد الكره اللي يكون جديد من بكره، يقول لك انا ماليش دعوه، ده اللي جابه اللي قبليه اللي يعني. ما فيش اي حاجه، ما حدش هيتحاسب، هو او مش حدش هيتحاسب، الراجل نفسه مش هيتحاسب على الكلام ده كله، فهيمشي. وحركه هتعمل له ايه؟ ولا اي حاجه خالص، وهيمشي ويروح بلده وشكرا ويعيش حياته ومالوش علاقه مصر. طب ممكن اسال حضرتك حاجه يا استاذ محسن؟ هل المشكله عندنا في سوء الاختيار، ولا احنا اخترنا صح ولكن لم يوفق؟ عشان دي حاجه ودي حاجه ثانيه. لا هي 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 على بعضها ملخبطه. هو اصلا كان وجود اتحاد كوره او اللجنه الثلاثيه اصلا كان خطا يعني. الناس اللي كانت موجوده بشكل مؤقت وفضلت تمد من الفيفا، فبقت احاديه، كانت خماسيه بقت ثلاثيه، وبعدين بقت احاديه، وبعدين تصريحات هلاميه ملهاش اي معنى تاني. هنيجي للكلام ده بعدين في تصريحات كاس العالم الانديه، لما قال لك الاهلي هيلعب بكام نجوم والمنتخب هيلعب بكام نجوم. طب ازاي لو المنتخب وصل كل اللعيب هيطلع بمنظرين؟ يعني انا لسه يعني لو المنتخب تاهل لنهائي البطوله الافريقيه، انا نفسي اعرف منك، عايز اشوف رد من الكابتن احمد مجاهد. لا البطوله اتاجلت
ولا يعني هو طبعا اكيد بيراهن ان المنتخب ما يصعدش. تخيل ان ده بقى الحل، يبقى الحل عندنا الحل الذي يرضي جميع اطراف، المنتخب ما يتاهلش. يعني احنا نتمنى المنتخب ما يتاهلش، او جمهور الاهلي يتمنى الاهلي ما يتاهلش. مستحيل طبعا، لا حاجه مش حلوه يعني، حاجه مش ظريفه. فهو طبعا هذه الهلاميه اللي كانت موجوده في اتحاد الكوره خلفت هذا المدرب الهلامي برضو اللي جاي، ونتج عنها الوضع اللي احنا فيه، ووصلنا للوضع اللي احنا فيه اللي هو اصلا من قبل كده كان برضو هلامي. يعني ما احنا اصلا في كاس العالم، في تصفيات المؤهله لكاس العالم دي، التصنيف الثاني اللي احنا فيه احنا السبب فيه بسبب عدم خوض مباراه وديه ايام الكابتن حسام البدر اللي هو يتحمل المسؤوليه كامله، هو والاتحاد الكره اللي كان جايبه. لان هو حتى لو رفض ده اتحاد الكره كان يوقفه، لا لازم نلعب لان في تصنيف دولي. وصل بينا الحال النهارده احنا نتقابل واحد من الخمسه الكبار، اخفهم نيجيريا والسنغال واكبرهم الثلاثي اللي احنا مش عايزين نقابله، يعني لاعتبارات اخرى نفسيه ومعنويه ولغه مباراه الاشقاء تونس والمغرب والجزائر. في حين ان انت لو كنت في الاول كنت هتقابل بقى غينيا الاستوائيه، عفوا الكونغو الديمقراطيه، مالي، كاميرون، غانا اللي هم في اضعف حالاتهم مش كواي، كنت هتبقى فرصتك افضل. يعني فرصتك على الاقل 60 ل 40، لكن دلوقتي يمكن 40 60 ده في افضل حالاتها. احنا العك اللي حصل في اتحاد الكوره هو اللي وصلنا للي احنا فيه. الكلمه دي ما هو ما هو ده عك، ما هو دي الحقيقه. احنا مش هنضحك على نفسنا، هو راجل بيضحك علينا ليه وعمال يقول كاس؟ منين انت ضامن تتاهل كاس عالم؟ منين انت ضامن؟ هي يعني ثقه فعلا مش مبنيه على بيز يعني. لا هو الراجل واثق، حقق انا رجل على رجل، وانا وعدت واوفيت ويزيد المرتب والمكافئات، وكروش راح وكروش جاي. خسر هيطلع من البلد الوفاء على بلده. بعد التصريح ده ما حدش حتى من الحضور يعني رد عليه وقال له طب احنا كاس عالم ايه اللي بتتكلم عنه واحنا شايفين اللي احنا شايفينه ده؟ مين الحضور؟ شايفين منتخب مهترئ يعني. مين الحضور؟ اسئله استاذ محسن مش سهله، رد مين صحيح. مين الحضور؟ انا وحضرتك وحضرتك ده احنا بنقول اهو، بس ما حدش يعمل حاجه، لان هي هو العمليه كده مبنيه على ان ما فيش في النهايه ما فيش حساب. يعني هو قائم على ان ايه ما فيش حساب. اول ما يحصل الدروب اللي هو مصر تخسر زي ما خسرت في كاس العرب، وتخسر لا قدر الله في كاس الامم، وتخسر لا قدر الله في التصفيات في التاهل، نشيل بقى كروش اللي هو مشي خلاص بقى، هو رحل بقى، وكان لابد ما يجيش، وكان مش عارف مين، والمدرب الوطني، ونقعد في حلقه مفرغه نكون بعدها رجعنا للدوري تاني، والاهلي لا، الزمالك لا، بيراميدز لا، خلاص. وايه ودوامه يعني بتغطي على دوامه. هي او ده سيناريو حزين. يعني خلينا نقول نتمنى الا يحدث. اللي يعني الحزين في الموضوع ان الجيل ده جيل كويس جدا. انت منين عندك واحد من افضل لعيبه العالم ان لم يكن الافضل؟ يعني من الافضل ان لم يكن الافضل فعلا. ماشي، محمد صلاح، وعندك واحد زي تريزيجيه بسم الله ما شاء الله راجع من اصابه، نتمنى له التوفيق. عندك النني في الارسنال، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد في الدوري التركي، عندك حارس مرمى هو الافضل في افريقيا. وبالاضافه للتوليفه المحليه من لعيبه الاهلي والزمالك وبقيه الكره المصريه، هتجيب منين الجيل ده؟ ده لازم يصعد كاس عالم كل مره لحد ما بيعتزل. اللعيبه اللي معاه بالكواليتي اللي حضرتك بتتكلم عليها، مش كان برضو المفروض بحكم خبراتهم السابقه، حتى لو افترضنا طبعا ان كل واحد فيهم محطوط في مركز تاني غير مركزه الاساسي، وانعكاسات ده سلبا على الاداء بطبيعه الحال، بس على الاقل نشوف حد اعلى، حد ادنى عالي شويه عن اللي احنا شفناه، نشوف شويه كوره. ما الحل فعلا اللي حضرتك قلته، الحل عند اللعيبه، استنفار اللعيبه نفسها. يمكن كنت اتذكر اكيد هم لامسين ومشرفين عن اللي بيحصل. يعني انا كنت اتذكر مثلا لعيبه الاهلي كان ايام مانويل جوزيه، افتكر حتى الدكتور طه اسماعيل كان في مره في ماتش الصفاقس الشهيره، كان الاهلي تعادل في القاهره ورايح فرادس، خلاص 0-0 الاهلي بره، فهو قال جمله حلوه جدا، قال لك المباراه هناك مش مباراه مدرب بقدر ما هي الاستنفار اللعيبه. انت انتصر لنفسك، انت النادي الاهلي، انت حاول تنتصر لنفسك، خلاص انت تعثرت على ارضك بالتعادل، هناك التعادل السلبي يطلعك بره، فانت لازم فهو ده اللي حصل. اللعيبه نفسها اتشحنت فلعبوا مع كامل تقدير طبعا لمانويل جوزيه، لكن اللعيبه نفسها كان استنفار اللعيبه في الملعب، احنا بنلعب باسمنا. فده اللي موجود النهارده هو الحل الوحيد، ان اللعيبه نفسها تلعب لنفسها. صلاح يلعب باسمه، صلاح بتاع ليفربول ما زال مش موجود مع منتخب مصر، ما زال اسباب اخرى بقى او اي اعتبارات مش مشكله، بس انت المفروض انت النهارده انت اللي تقود المجموعه، انت وتريزيجيه والنني واللي هو الجماعه المحترفين. وبالمناسبه استاذ محسن، كون ان محمد صلاح مش موجود على حد تعبيرك دي حاجه نغلط فيها صلاح؟ لا لا طبعا، بالمناسبه انا الاوضاع العامه اللي صلاح محطوط فيها هو موجود، بس انا اقصد يعني اوضح لحضرتك الحته دي، كانت ناس بتنتقد ان صلاح مش بنفس الاداء. موجود بمعنى فاعل يعني فاعل. انا اقصد اقول لا هو موجود وفاعل. هقول لحضرتك ليه النهارده بتقول مثلا في ماتش ليبيا صلاح ما عملش حاجه مثلا، يعني ايا كان. طب حضرتك طب طلعه كده، ما تقدرش تطلعه. عارف ليه؟ لان هو موجود شاغل معاه مان تو مان، والثلاثه بالظبط يبقى واحد المان بتاعه اللي معاه، ومعاه واحد قريب منه، والثالث خلي بالك من صلاح، فشاغل ثلاثه. طب انت النهارده لما تلعب ماتشات في افريقيا لازم صلاح موجود حتى لو ما عملش حاجه.
باسمه زي الاهلي كده، مره يلعب في افريقيا الفرق بتتهزم منه خايفه من اسمه، حتى لو الاهلي كان سيء بيتخافوا من اسمه فييجوا مغلوبين. فكذلك محمد صلاح وجوده خلاص، انت بتلعب مع الفرقه ناقصه ثلاثه في وجود محمد صلاح. هتقول لي ناقص محمد صلاح، ما عملش حاجه، بس الفرقه الثانيه ناقصه ثلاثه، انت بتلعب 10 وبيلعب 8. فهي دي الفكره، ان انت بس اقصد اقول ان صلاح بقى المفروض يكون فاعل اكتر من كده، يعني انا وجهه نظري يعني هو ايه. في ناس قالت لك ده بيخاف على رجليه وفي الالتحامات. لا 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 لا, لا 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 مش كان مش والله. ايوه طبعا بيتقال طبعا بسبب ان هو ايه يعني في الفتره الاخيره مثلا ما سجلش او كده، لكن لا هو موجود طبعا، دوره مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، وجوده مهم جدا 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 حتى لو ما كانش لو ما عملش حاجه. فاستنفار اللعيبه اللي احنا افتقدناهم على الاقل في كاس العرب، اللي هم مجموعه المحترفين اللي هم المفروض التورته بتاعتك يزينوا التورته بتاعتك، هم المفروض يعملوا كده مع مجموعه المحليين اللي هم بالتاكيد ما يقلوش طبعا. ده اللي احنا بنقراه، لكن لو هنروح لكيراش اللي ما حدش عارف يقراه لحد هذه اللحظه. عايز مناجم. فبتشوف اسلحه كيراش ايه؟ بتشوف اعتماد كيراش هيبقى على مين؟ المحترفين. طب ما شفناش برده ده يعني لما اتكلمنا في كاس العرب. ما هو كاس العرب ما فيش محترفين، فهو هو بيراهن على حته ان هو كان في كاس العرب ما عندوش صلاح، ما عندوش النني، ما عندوش مرموش، تريزيجيه. فلا دلوقتي الوضع يعني على جانب بقى، فهتحسن اكتر، لكن هو طبعا اصابنا بالاحباط بالتصريح بتاعه. لسه كنت هقول لحضرتك حالا، طب طالما انت بتتكلم ان كاس العرب ما كانش عندك محترفين وكنت بتقول انت محتاج والوضع هيختلف وده اللي احنا كنا مشغلين ليل نهار بننقله عن تصريحاته، انت جيت دلوقتي بتتكلم ان انت برضو ليه مش هتقدر وليه قارنت بكريستيانو؟ لو هنتكلم على حضرتك على التصريحات اللي مالهاش معنى. الشاء بالشاء يذكر، سنه 98 لما المنتخب راح شارك في كاس امم افريقيا في بوركينا فاسو، محمود الجهري الله يرحمه كان مدرب المنتخب، وقال احنا هناخد ال 13 من الجماعه اللي رايحين دول اللي هم 16 فرقه. هو عمل ليه كابتن الجهري الكلام ده الله يرحمه؟ خف العبء النفسي والضغوط عن كل اللعيبه، وبالتالي راح خد البطوله. ماشي، هنا كنت اقدر اقول ان هو بيخف العبء النفسي عن لعيبته، بس انا مش شايف ده يعني كنت اقدر اقول اللي هو ايه يعني ايه والله يعني قلت ان هو بيخف العبء بقى خلاص احنا مش مرشحين وبتاع. أيوة. فانا اروح نلعب براحتنا؟ لا انا مش شايف ده، لان هو راح اثقل كاهلنا بحته انا جاي عشان كاس العالم. طب انت منين ضمنت؟ انت منين؟ مين قال لك ان انت ضامن تاخد كاس عالم؟ طب ما ده ممكن يبقى ليه انعكاس نفسي سلبي اصلا على اللعيبه بتاعتك. صحيح. على المنتخب بتاعك. ما هي دي المشكله، ان هو في عشان كده احنا لا نامل للاسف في المنتخب انه يذهب بعيدا. يعني انا في وجهه نظري هيتخطى الدور الاول، لانه على الاقل هياخد ثلاثة، مش هقول اثنين، لانهم بياخدوا اثنين وافضل اربع توالد، فمنتخب مصر اكيد منهم واكيد طبعا مش ثالث. لكن المباراه الاولى مهمه جدا بالنسبه لنا، لانها هتحدد طريقك، يا طريق الجزائر اللي هو صعب جدا، يا تخش بقى مش عارف ثاني المجموعه الايه ولا ثالث المجموعه الخامسه، يعني مجموعات فرق اقل شويه، فتدي لك فرصه ان انت تخش مربع زي ده. كلامه كمان في بعض الاحيان يعني هو قبل انطلاق بطوله كاس العرب يعني قال ما معناه كده ان احنا ايه، ان هو يعني عينه على افريقيا وان هو عايز ياخد كاس العرب مش مهم وعيني على افريقيا. رجع دلوقتي قال لك ليه بلاها امم افريقيا عشان مركزين في كاس العالم. من يحاسب كروش؟ يعني ده السؤال. مين ده بيحاسب كويس. كروش؟ مين بيحاسب كروش؟ يعني كروش عمال يقول يعني، بس هو كروش برضه عنده حق في هذا. مع اذا كان الكابتن احمد مجاهد قال تصريحه لحد النهارده ما فسروش حتى، يعني هو ما فسروش اللي هو خلاص بالبلدي كده الاهلي لبس في موضوع كاس العالم للانديه ده. طبعا تضارب المواعيد بين امم افريقيا بالمناسبه، شايف هيحصل ايه في النقطه دي؟ مش هيحصل حاجه، لان دي قاره افريقيا، هكذا تنظر اوروبا او الفيفا لقاره افريقيا، لا كان لا يمكن يحصل لقاره امريكا الجنوبيه ولا لاوروبا طبعا طبعا طبعا، ولا حتى اسيا اللي هي يعني بتتكلم في تمييز ديسكريميشن يعني. ايوه طبعا، وانا مع صامويل ايتو اللي بيعمله مع البطوله، انه وقف ضد انفانتينو، انفانتينو كان عايز يرضي اوروبا كلها عشان يلغي البطوله دي، ياجلها فتتلغي وبعدين عشان يرضوا الاوروبيين عشان ماتشاتهم، فبالتالي كان عايز يلغيها. طبعا لما صامويل ايتو صمم وكويس ان جت من نجم كبير، وحط كمان انفانتينو صف ثاني في المباراه الافتتاح، لك الصف الاول الاساطير، مش معقول طبعا احط انفانتينو قبل ميلا، نحن نقدر اساطيرنا طبعا، انا معاه تماما يعني. ارجع انت ورا، ده مكانك الطبيعي، دي بطوله افريقيا للافريقيين، عشان هم دايما لو هم حتى يقول لك ايه انتوا خليكم كل اربع سنين، يا عم انت مالك، دي بطولتي انا حر اعمل اللي انا عايزه فيها، دي مونديال، ده بيسمونه المونديال الافريقي، ده كاس العالم بتاعنا، انت خليك انت بقى في كل شويه عاملين انتوا تزودوا بطولات وتزودوا انديه وتزودوا خليكم انتوا في حالكم، دي متعتنا، احنا بنحب بنلعب مع بعض بالشكل ده كل سنتين بقى، في مصر، في المغرب، في تونس، في نيجيريا، في الكاميرون، في جنوب افريقيا، احنا حابين ده، احنا كلنا مع بعض وبنحب بعض، الماما افريقيا كلنا شفنا حتى في كاس القارات لما مصر كانت بتلعب في جنوب افريقيا، كل الجمهور الافريقي كان بيشجع منتخب مصر، احنا كلنا ورا افريقيا، جمهور مصر لما غانا كسبت مصر في كاس العالم، تاهل لكاس العالم 2014 وكسبتنا 6-1 نتيجه تاريخيه، الناس على الهوا كانت بتشجع منتخب غانا في بطوله
في بطوله كاس العالم، لان احنا في النهايه احنا دي كورتنا، دي متعتنا، احنا نعملها زي ما احنا عايزين. انت بقى انت بمتدخلين اوروبا يقول لك يا تلغي البطوله دي، تخليها لي كل سنتين كل اربعه، مش انت مالك. فانا مع صامويل ايتو بصراحه، رائع جدا جدا جدا. هو قال حتى سؤال مهم جدا، قال لك الناس بره دايما يسالوا لعيبه افريقيا انت هتروح تمثل بلدك في امم افريقيا، قال لك السؤال ده ما تسالش لعيبه امريكا الجنوبيه او لعيبه اوروبا، في حد يساله السؤال ده؟ وبعدين لما كاس الامم الاوروبيه اتلعب في شهر 6 اللي فات في 10 دول اوروبيه جاي ويقول لك اصل كورونا وماكرون مش عارفين. طب ماشي يا عم، طب وهنا بيتلعب في الكاميرون واحده بس، الكاميرون هم ربنا عاقبهم، بقت انجلترا عندها في اليوم مش عارف 98000 حاله و100000 حاله، طبعا ربنا يشفي الجميع. لكن استاذ محسن مش سهل. لا دي الحقيقه، انا بتكلم في الحقيقه. ايوه احنا قلنا الكلام بالظبط. بالظبط. فهم ولسه يا استاذ محسن ولسه كمان اللي يجي علينا يزعل. افريقيا قاره غلبانه يعني. طب انا عندي سؤال بالمناسبه دلوقتي، لسه فاكران امبارح كنا بنتكلم فيه مع كابتن حشيش، هو ليه احنا بنتكلم كيروش في 25 لاعب، انت عندك 28 يعني، على فكره هنا الزياده عشان وغيره، هو ليه بيرسك الموضوع؟ ما والله انا ما بقيت فاهمه يعني. وحتى لما عمل 25 وبعدها بيومين او ثاني يوم او 48 ساعه راح مضيف الثلاثه، طب انت ليه مثير للجدل؟ ما تاخد يا عم والناس ما تاخدهم من الاول. وعشان مروان حمدي مثلا الناس في اختلاف عليه بسبب أيوة اداؤه اللي كان سيء الغير موفق، مش مشكله، ما هو انت قناعتك انت اللي هتتسئل مش انا. بس القانون ده لك 28 وانت بالزبط. عندك على فكره لعيبه، ما تكلمش عن مروان بس، ما انت عندك يعني عندك اسامي كتيره يعني هو مثلا كان مقتنع بال25 وفجاه اقتنع بالثلاثه ثاني يوم، يعني ما هو برضه مش منطق يا عم، اصبر وضمه كله مره واحده. يعني بيعمل حاجات صغيره ما لهاش لازمه يعني، هو بس هو خلاص. طب الفريق المعاون ايه يا استاذ محسن؟ احنا ما بنتكلمش عن الفريق المعاون تقريبا، ما تخلينا نفهم كده، مش برضه ليه دور؟ انا في وجهه نظري هو راجل ديمقراطي جدا، دي وراها حاجه، بياخد ارائهم كلهم وبيعمل اللي هو عاوزه. بس ما هو ده واضح جدا، بياخد ارائهم كلهم. هو راجل ديمقراطي، بياخد ارائهم كلهم وفي الاخر بيعمل اللي هو عاوزه. طب هل هم عليهم لوم يعني بصراحه؟ هل بتشوف ان لو ده اداؤه هو انا اقدر الوم دلوقتي الفريق المعاون ولا لا؟ فلان افضل، ان في هذا اللاعب افضل مثلا في هذا المركز في المباراه دي هو اجهز، لكن في النهايه قرار قراره هو اللي بيتحمل المسؤوليه. لا هم لا يلاموا، لان هم اكيد بيقولوا الكلام ده، واحنا واصل لنا السم اللي معاه برضه مش قليلين، الكابتن السيد راجل كلهم قامات كبيره، محمد شوقي، كابتن عصام الحضري في حراسه المرمى اكيد، وهم حتى تصريحاتهم قال لك قعد معايا نص ساعه يتكلم على فلان، قعد معايا مش عارف ثلث ساعه نتجادل في كذا، هو بياخد ويدي، بس في النهايه القرار ليه هو، لان هو اللي بيتحاسب. لو هم لا يلاموا طبعا هم بيعملوا يعني. تعالى بقى بعد اذنك نروح للاهلي اللي مفرحنا، وتعالى نتكلم شويه على كاس العالم للانديه ورؤيتك لمدى قوه الفرق المتنافسه في هذه النسخه من البطوله، وايه فرصتنا ان احنا نوصل للنهائي. والله كنت عايز اقول لحضرتك يعني لولا الدروب بس بتاع كاس الامم الافريقيه ده والتعارض المواعيد، كنت اقدر اقول لحضرتك ان الاهلي ناوي يذهب بعيدا في البطوله دي. ليه؟ لان هو النادي الاهلي طبعا الاكثر مشاركه طبعا في افريقيا، سته وبقت سبع مرات. الانجاز الاكبر ليه المركز الثالث مرتين طبعاً، في راح منه انجاز في افريقيا النادي الرجاء لما سنه 2013 تاهل للنهائي وخسر قدام بايرن ميونخ، ونادي مازيمبي في 2009 لما تاهل وخسر من انتر ميلان 3-0 في التأهل. فبقت الوصافه بقى في انجاز اكبر من النادي الاهلي، يعني اكبر من انجازات النادي الاهلي. طبعا لا يقلل والناس كلها لها احترامها، الرجاء نادي كبير ومازيمبي نادي كبير، لكن النادي الاهلي بقى عينه اعلى شويه في القصه دي. عشان كده تلاحظ ان التجديدات للنادي الاهلي والتعزيزات كانت عاليه شويه، بيرسي تاو مثلا. الاهلي ما خدش كتير مع والتر بواليا، لما والتر بواليا حصل له دروب اداله فرصه والثانيه والثالثه، ولا اركن مش اركن امشي عاره وهات مع عشان ما عندناش والاعاره ربما تكون لصالح اللاعب، ده حصل عادي عادي له يعني. هو صبر عليه فعلا. بالظبط، بس ما طولش، كان زمان تصبر موسم وحاجات كده. لا لا لا، احنا في كاس عالم للانديه، لان طموح النادي الاهلي النهارده لما بقى النادي الاهلي مثلا تقول له الدوري ولا كاس افريقيا، لا طبعا افريقيا. مع الوقت بقت افريقيا انت مش تشبعت طبعا افريقيا، بس اقصد اقول ايه، ان واخد افريقيا اخر مرتين مسيطر بالشكل ده، انت السكواد الاعلى في كل القاره بكل امانه يعني. انت الفروق كبيره جدا يعني، يكفي ان اقول لك مثلا حته كده بسيطه، ان مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه دي سقريه، مجموعه سقريه ضد الاهلي، لان مثلا المريخ السوداني الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت، الهلال السوداني الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت، صن داونز الاهلي مطلعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت. فيعني ده يعني، بس ايه، كان عجبني تصريح يمكن مراسل القناه القطريه بي ان سبورت في تونس لما بيقول له ايه، هل الاهلي اصبح عقده الكره التونسيه؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قالوا لا، هو حسبنا عقده، يبقى عقده القاره كلها، ما هو كسبان القاره كلها في كل حته، فما ينفعش نقول عليه عقده الكره يعني، ما جاتش عليا انا، ما ضربنيش انا لوحدي، ضرب القاره كلها. فالنادي الاهلي اصبح عنده طموح يعني، ايه، مش انا بقى، مش انا اللي اصعد كل ده واخري مركز ثالث، فكان عنده الطموح ده،
لكن وكان بالمناسبه طموح طبعا اكيد مشروع، لكن صعب لانه هيقابل مونتيري المكسيك. مونتيري ده فريق قوي جدا، مونتيري مدربه اجيري اللي كان مدرب منتخب مصر السابق. مونتيري قابل النادي الاهلي مرتين قبل كده، الاهلي خسر منه 2-0 وخسر منه 5-1 في كاس العالم للانديه. كل مباراه اكيد لها ظروفها، لكن الاهلي محفز انه يعمل مباراه عاليه، ماتش كويس يقدر يعمل، خصوصا انه هيلعب تقريبا على ارضه في ابو ظبي. للاسف موضوع الدروب بتاع كاس الامم ده، يعني ان كان كتب النادي الاهلي يلعب بكام نجوم، واكيد هيبقى في النادي الاهلي سيذهب بعيدا في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. طب احنا هنروح لملفات مختلفه، يعني احنا كده بنتكلم في نفس السياق. عايز اروح شويه لاوروبا وفكره هنا انتشار كورونا بشكل غريب قوي في اوروبا، ولسه كنا بنتكلم عن ميسي يعني المشاكل اللي بيتعرض ليها حاليا باريس سان جيرمان بسبب اصابه ميسي وبرده عدد من اللعيبه الاخرين. فالوضع كده مش مطمئن بتهيألي خالص. هل تعتقد ممكن يتم برده تاجيل دوريات او حاجه زي كده؟ احنا عايزين فاصل. طب ممكن الإجابة بعد الفاصل؟ فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده لعشر الصبح في الاهلي، والضيفنا اللي منورنا الاستاذ محسن لبلوم المدير مدير تحرير الاهرام الرياضي. كنا وقفنا في الكلام قبل الفاصل يا حضراتكم عند سؤال كنت انت سالتيه، الخاص باوروبا بالظبط، الكورونا وتفشيها وتاجيل الدوريات زي حصل في 2020. شوفي، لو الناس ماتت في الملعب هم مش هيلغوا بطولات، ياجلوا زي ما حصل كده في انجلترا، رغم ان ده اضر الرزنامة بتاعتهم او الاجنده بتاعتهم، لكن في النهايه مش فكره خلص الالغاء طبعًا. مش وارده بقى، مش وارده خلاص. هم تعاملوا اساسا، هم تخطوا المرحله الاصعب في 2020 في بدايه الكورونا لما الدوريات قعدت كذا شهر ما لعبتش على مستوى العالم. لكن الالغاء اصلا مرتبط بالقيمه التسويقيه والبيزنس بتاعهم، فطبعا صعب. موجود في اوروبا وبيتاجل وهيتاجل ماتشات لان الفيروس منتشر بشكل كبير جدا. الغاء في النهايه دي يعني صعبه جدا، الا اذا كانت طبعا لا قدر الله الوفيات بقى بالعدد صعب جدا يعني. لكن احنا شفنا برشلونه اول امبارح في مباراتها ضد مايوركا كان اكتر من 10 او تقريبا يمكن 15 واحد مصاب، وفي الاخر لعب خلاص. ما هنعمل ايه، ده حال بقى وارد. انت حتى بقى الموضوع بقى خلاص، يعني بتاخد اللعيبه وانت عارف ان عنده كورونا خلاص، بيقعد 48 ساعه المسح حاجات سلبيه، يلا سلبيه العب بس سلبيه. بس انا مستغربه من حاجه استاذ محسن، يعني هناك اصلا هم، ولو هنتكلم عن بعض الدول كمان يعني انجلترا وغيره، رجعوا الجمهور ورجعوا الجماهير، واحنا قلنا خلاص الدول دي بقت مستقره جدا والدنيا بقت تمام وعقبالنا وعايز فكر ويا رب بقى احنا كمان جماهيرنا تبدا. ده حصل يعني حاجه غير متوقعه تماما. لا في شيفت كده، انا حضرت ماتش باريس سان جيرمان ونيس من حوالي اقل من شهر كده، كنت في بارك دي برنس في فرنسا. انا وانا داخل معايا طبعا اللي هو البتاع اللي انا عامله ده المصل، لا المصل اللي عامله الفاكسين. فهم طبعا بيشوفوا انت داخل، يشوف الفاكسين، فشاف الفاكسين بيعمل المفروض يعمل عليه كده زي الباركود، فما عملش معاه، فاخدوني على وحده طبيه اتاكدوا من البتاع. قال لك ضربه بقى يا استاذ محسن، تبقى مشكله. انا اقصد اقول، بالواقع دي ان هم كل الحاضرين لا في كله، ما حدش دخل جوه، مش يعني طبعا. الدنيا تمام، يحضر بقى ان شاء الله، يحضر مليون، كل الناس واخده الفاكسين والناس امان يعني، وبيقيس درجه الحراره. لا طبعا طبعا اجراءات ما فيهاش حتى الماسك، مش متسامحين خالص في القصه دي يعني. غرامات عاليه جدا، وانت كمان بتلبسه اكتر لان طبعا جنسيات كتيره في دول اوروبا، فانت بتحمي نفسك، زائد ان الجو برد جدا فبيدفيك. بس يعني كانت تجربه حلوه انك تحضر الماتش ده. الفاكسين بيدفي؟ لا الماسك. دي جديده دي. الجو برد جدا فبتدفى. تعالى بقى نروح لفخرنا وفخر العرب محمد صلاح. وفي الفتره الاخيره يعني ابتدت بقى شويه اصوات تتكلم على فكره انه هل صلاح هيستمر مع ليفربول، هل الوضع هيختلف الفتره اللي جايه، حضرتك شايف ايه؟ هقول لحضرتك عشان بس الناس بتاخد ايه بالعاطفه، بس في امور بره بيحسبوها بالعقل. يعني بزنس. يعني رقم واحد، الافضل لمحمد صلاح من وجهه نظر انه يبقى في ليفربول، لان كان الافضل بعد كده كان اللاعب اللي بيبقى افضل في العالم ويتشهر كان بيروح يا ريال مدريد يا برشلونه. دلوقتي الوضع سيء بالنسبه لهم، لا ريال مدريد ولا برشلونه ولا الدور الاسباني خالص. يعني الله يرحم الدور الاسباني بكل امانه بعد رونالدو الشديد وميسي، الدوري مات تماما تقريبا، يعني بقت ماتشات وديه تقريبا. يكفي ان اقول لك ان الدور الاسباني عامل زي ما نكون احنا ريال مدريد واتلتيكو مدريد وبرشلونه بيرموا على بعض، لا خد انت، لا خد انت، لا لا خد انت الليجا بصراحه يعني. فطبعا لا، فما يروحش، هيروح فين؟ هيروح الدور الايطالي اقل من الدور الانجليزي، الدور الفرنسي ده اقل من كله، الالماني ما بر منك وشكرا. فانت خليك في الدور الانجليزي، الدور الانجليزي
بصراحه في الفتره الاخيره هم ثلاث فرق اقوى فرق في العالم، مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. انت في ليفربول خلاص الموضوع انتهى، زائد ان انت بتكسر وبتحطم ارقام طول الوقت سواء في الدوري الانجليزي طبعا. او كلاعب افريقي او في مع ليفربول، فخليك انت اوريدي ناجح طبعا. في ده نيجي بقى للجزء الثاني، وجهه نظر ليفربول. محمد صلاح هينتهي عقده بنهايه الموسم القادم 22-23، هيكون محمد صلاح ساعتها 31 سنة، عشان يجي يجدد له 3 سنين على الأقل هيبقى 34 سنة. وبرقم يا أستاذ محسن هيبقى يمكن الأعلى وقتها. ما أنا جاي لحضرتك 34، أنت دخلت في الثلاثينات، إزاي يجدد له؟ هو كان مثلا كان أعلى راتب في الدوري الإنجليزي كان كريستيانو رونالدو 480 ألف استرليني في الأسبوع، صلاح 220 تقريبا. فهو عشان يسويه بالله، طب أنا عشان أسوي أعمل كده لصلاح، ما هو مش هيعمل لصلاح بس، هيعمل لكل اللعيبة. ما هو ماني هيطلع، فيرمينو ما اعرفش 180 الف استرليني في الاسبوع، هيعلى برضو كل الناس دي هتعلى كل واحد مش اقل من 200 الف استرليني في الاسبوع. ده رقم ضخم جدا يرهق ميزانيه ليفربول، مع لعيبه هتكون تخطت هم اوريدي تخطوا 30 ساعتها، يعني مش دلوقتي. هيكون تخطت 30، فيروح في حته تانية يجيب منين كل ده؟ فهي الناس هنا بتقيسها بالعاطفه شويه. لا، صلاح الافضل طبعا الافضل، لكن هو مش بيحسبها على دلوقتي، هو بيحسبها طب ماشي على بعد بس سنة. حاجه و30 او ايرلي 30 ده مش حاجه شغال مش وحش. يعني هما في حساباتهم دي، لان هو مش بيحب، ما هو اكيد بيحب صلاح، لكن وقت التجديد باعتبارات اخرى بتحكمه، السن، العطاء. بس دي سيناريوهات شبه سيناريوهات كريستيانو رونالدو وميسي. شوفي، فانا مش شايفه يعني كريستيانو رونالدو وميسي في حته تانية. لا ليه في حته تانية؟ هقول لحضرتك في حته تانية ليه. موهبه ميسي هي الموهبه الاعظم في العالم في الفتره الحاليه، موهبه، ده راجل موهوب. رونالدو مش موهوب زي ميسي، ولكن طول الوقت بيشتغل على نفسه طول الوقت. يعني انا اتذكر لما رحت ريال مدريد وكان رونالدو موجود، قالوا بيجي بدري ساعه قبل التمرين، يقعد يتدرب قبل اللعيبه، يعني هو يعني طول الوقت بيعمل ده. يعني مثلا ايه، ان كان مرهق بعد التمرين بينام في النادي، ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيعمل كده. يعني لعبتنا بيروح اصلا متاخرين بشكل عام يعني، لكن هو حريص طول الوقت يعمل ده، يجدد ده، يجدد ده، بيعمل ده. عشان كده تلاقيه الاكثر مثلا. انا بتكلم عن الموهبه اللي هي مختلفه، الموهبه اللي هي اعلى من العادي. ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك، انا بتكلم عن المواهب دي او الليفل ده من الموهبه الكرويه. بس اصل الناس دي 10 سنين على القمه، فمش هاجي النهارده. هو قدم كتير، قدم كتير صلاح. ما فيش ماتش تقريبا بينزله غير لما يا اسيست يا جول. وهيبان تاثيره هو وساديو ماني على ليفربول. اكيد النظره، خلي بال حضرتك من حاجه برضو، ما هي لو ليها حسابات، ما برضو النادي لازم يبقى ليه حسابات من فكره ايه. يعني برشلونه بعد ما ميسي مشي هو عنده ازمه اقتصاديه. ليه؟ لان هو عنده لاعب كان اصلا الناس بتيجي عشانك. طيب ما ليفربول نفس الكلام مع محمد صلاح. أيوه، انت اصلا اللي رفعك ده من ضمن الحاجات اللي بالظبط ده من ضمن الحاجات اللي يقعدوا لما يجي يجدد مع صلاح بيجي له تقرير السن، البيزنس بتاعه بره، المبيعات، المجات، التيشيرتات، مش عارف ايه، كل الاحصائيات، كل ده البيزنس بتاعه ايه، ازاي الرانكينج على الـ على الـ على السوشيال ميديا، على الـ على اليوتيوب، على الجوجل. يعني عايز اقول لحضرتك المتابعه بتاعتنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم برضو في الملف ده، وكان في ناس عامله استطلاع عن اراء الناس عن على تويتر تحديدا، بيقول لك انت الحق جدد اصلا لصلاح. يعني الناس كانت بتطالب. أيوة، الجماهير بتاعت ليفربول كانت بتطالب النادي ان هي يلحق يجدد وبالرقم اللي هو كمان عايزه. هم هيجددوا، بس هم يعني ايه في النهايه بتحكمهم بعض الامور. يعني ايه هيهدى نفسه؟ يعني ما هو النهارده مانشستر يونايتد بيدفع ثمن انه جدد او تعاقد مع رونالدو وهو فاز السن، والفريق مش بيدفع الثمن. يعني الفريق طبعا هو رونالدو يعمل ايه لوحده؟ الفرقه كلها ما يقدرش لوحده طبعا، اكيد ورقم مبالغ فيه جدا. بس هم داروا على بعض عيوبهم، كان عندهم عيوب كثيره. هل ضخ رؤوس اموال عربيه ممكن ينعكس بالإيجاب على الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، زي ما حاصل قطريا في باريس سان جيرمان وسعوديا في برضو ومانشستر سيتي في الامارات الاماراتي؟ يعني دي برضو ممكن تنعش الاجواء شويه. طبعا طبعا فريق زي نيوكاسل يونايتد ده الناس كلها مستنيه السنه الجايه. يعني لو لما جاله الاستثمار السعودي تقريبا دي الصفقه الاكبر في التاريخ. بالظبط، رقم ارقام مهوله. فالناس بقى حتى الناس حتى على السوشيال ميديا الاوروبيه او الانجليزيه تحديدا بيقعدوا يتنضروا، يقول لك فريق مش عارف نيوكاسل السنه الجايه حاطط لك بقى محرز وميسي ده جماهيرهم كانت لابسه جلاليب وعائلات. بالمناسبه بطلوا الحركه دي. انا وانت كان لازم تشوف الفيديو ده. هم بطلوا الحته دي لان هم الجماهير اللي هناك اداره النادي حذرت جمهورها عشان دي ممكن تبقى ايه يساء فهمها عند العرب. فبلاش يا جماعه، دي ثقافه عربيه، بلاش تعملوا، مع ان هم بتاع مصلحتهم. هذا النادي كان هم عملوها محبه على فكره. انا فاهم، انا بس اقول بس حاجه، انا كان ميدو بيلعب في تقريبا في ميدلسبرا او توتنهام وكان بيلعب ضدهم وكانوا بيصرفوه بيقولوا يا عربي يا ارهابي. دلوقتي عشان العرب راعوهم يا عربي يا حبيب قلبي، فبقى هم لابسين هم عرب يعني نفسهم. يعني الناس بتاع مصلحتهم في الاول وفي الاخر يعني. فاقصد اقول ان الضخ ده طبعا لا بيعمل حاجه ثانيه، يعني تحديدا في الدوري الانجليزي لان في المنافسه عاليه.
البيك فور والبيك فايف والبيك سكس. لكن الدور الاستثمار مثلا القطري في الدور الفرنسي ما لم ياتي باستمرار حتى الان، لان باريس سان جيرمان مسيطر على الدور الفرنساوي او الدور الفرنسي بشكل كبير جدا وبفوارق شاسعه. هم جابونا عشان ياخد دوري ابطال اوروبا ولم يحقق هذه هذه المعجزه حتى الان، وان حققها تبقى معجزه رغم ان مع ميسي ونيمار افسدت كره القدم. يعني خلت الموهبه بقت ماجوره. انت بتلعب بالفلوس. كان زمان هو الفرق، زمان كنت بتستمتع باللعيب بقى ايامنا احنا، حتى الخطيب حسن شحاته كنت بتتفرج لان هو بيلعب للهوايه خلاص، ما فيش احتراف. لكن دلوقتي بقت مهنه، رجلك وجعاك اديها حقن والعب، ماليش علاقه. عندك كورونا افضل يعمل له تيستات لحد ما تيجي سلبي يخش يلعب. هي بيستنزفك لان هي فلوس، هو الموضوع كده. انت دي كره قدم وبتضخ فلوس طول الوقت، طول الوقت ضخ مالي رهيب جدا. فهو خلاص ما بقاش عنده، وخلى اللعيبه توحشت كمان. وبقى خلى الاهم، يمكن مش الاهم طبعا جنب الموهبه، السرعه. لاعب مثلا فايتر، لاعب عالي جدا اللياقه البدنيه عنده عاليه، فده مهم يبقى موجود معايا. ما بقاش مهم طبعا الموهبه، عشان كده الموهبه بقت نادره. يعني ميسي ملوش بديل، هو استثنائي. يعني ملوش، يعني النهارده بتقول مثلا هالاند، الجيل اللي جاي يبقى فيه مثلا هالاند اللي هو في دورتموند، طب برضه ما ظهرش ماشي. من بعد ميسي؟ من بعد رونالدو؟ طبعا هنقول بقى محمد صلاح، لانه ظهر، مش هنقول بعديهم لانه صلاح ظهر وهم لسه موجودين برضو، بقى له كام سنه في روما، في قبل كده كان في بازل، او اقول على الاقل من ايام فرنتون وروما مثلا. فمن 2017 موجود وهم لسه موجودين، ظهر وهم موجودين ولعب ضدهم وكسبهم وحاجات كده. لكن هالاند لسه بقى شاب وبتاع، ومع ذلك ما قدرش، يعني مش قوي. منتظرين يروح الريال او البارسا، ولو انه هيعاني طبعا في ظل المعاناه اللي بيعاني منها قطبي الكره الاسبانيه. فالفكره ان هم طبعا البيزنس استنزف اللعيبه دي واستنزف المواهب طول الوقت، طول الوقت. خلاص ما بقاش اللاعب الموهوب بيعتزل وعنده 30 سنه لا بقى 40 دلوقتي، يعني لا بالارقام دي هيقعد يلعب لغايه لما يتوفى. هو بمناسبه الاربعينات، انا عندي سؤال. لان احنا عندنا لعيبه يعني شيء يذكر بقى. انت عندك ابراهيموفيتش، عندك برضو كريستيانو رونالدو 36 سنه، ابراهيموفيتش دلوقتي ايه 40 41 وميسي. يعني بتشوف امتى ممكن اللعيبه دي بقى يجي وقت وتعتزل؟ يعني مش دلوقتي يعني اقول لعريك ليه؟ على الخمسينات اولا. هو ابراهيموفيتش عشان 41 هو قال لك انا هعتزل، يعني ممكن اجدد سنه كمان مع ميلان اللي هو ينتهي 2023 بقى. يعني أوكي. هيكون عنده 42 داخل في 43، وهو ساعتها الله اعلم يمكن يكون متالق، جاب جوان، عمل اي حاجه فيكمل تاني. يعني ده مش مضمون اصلا، دماغه اصلا رايحه منه، فمالناش علاقه بابراهيموفيتش. رونالدو ده ابراهيموفيتش برضه لا، تصريحاته صعبه في حته ثانيه. هو لاعب يعني لا طبعا لاعب ممتاز. اللعب في الملعب حاجه والعقليه ده حاجه ثانيه. رونالدو عنده 37 سنه، وهو كان صرح انه قادر يلعب لحد 39 و40. بس هو اختيار رونالدو بعد اليوفنتوس وريال مدريد كان بصراحه خاطئ، كان اختيار القلب وليس العقل، لان هو كان محتاج في السن لما يكبر يروح فريق يشيله. يعني انا طبعا زي ايه مثلا؟ زي ما كان جاله مانشستر سيتي. النهارده مانشستر سيتي الفرقه اصلا شغاله هي الاول لوحدها بفرق 10 او 11 نقطه. يعني انت يا رونالدو عملت ما عملتش الفرقه لا، وحط تاتشاتك بس، مش عارف تاتشاتك بقى، اعمل كده، اتنطط كده، اجيب جون حلو، مش عارف تمريره حلوه، اعمل الرقصه بتاعتك فتتشال. لكن انت رايح فريق انت اللي هتشيله، شاله فعلا في الاول ماتش واثنين وثلاثه واربعه، وفي الاخر ما خلاص هنعمل ايه؟ السن ليه حكم. لكن ميسي كان عكسه، اختيار العقل وليس القلب. راح باريس سان جيرمان، نادي اصلا نيمار ومبابي ودي ماريا، الفريق جامد اوريدي. فبالتالي لما هو مستواه اصلا ما كانش بيلعب ولا بيسجل، الفريق بيكسب ومتصدر. فخلاص هو الفريق حقق، هيكتب في تاريخه، رغم انه ممكن ما يكونش له دور في ده. الدوري الفرنسي، مش عارف كاس فرنسا، كاس السوبر، اللي مش عارف ايه، اي كلام. طبعا يظل الانجاز الاعظم فيما لو حقق دوري ابطال اوروبا، لكن ده ما اتحققش، هو اوريدي فوق. لكن هو رونالدو راح مانشستر يونايتد، فبقى في المركز الخامس دلوقتي، معرفش الفرق 23 ولا 22 نقطه على المتصدر. بالمناسبه ايه هو الكلاسيكو بتاعه اللي هو ديربي مانشستر، الفرق 22 نقطه تقريبا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فرق كبير جدا. فده اللي ممكن يعجل باعتزال رونالدو. لكن هو لو راح نادي شايله، يعني لو راح ليفربول بوضعه ده ولا السيتي بالوضع ده، يعني حضرتك بتتوقع توقعات، احنا بنتكلم في توقعات، ان ممكن من الثلاثه اللي احنا ذكرناهم الاول في الاعتزال يكون كريستيانو.
لا بالمشهد بالمشهد الحالي هو غصب عنه هيعتزل لبرموفيتش عشان يكون ال 43 سنه هيروح فين مين اللي يجدد له ده هو 43 سنه بس هو بيكابر لان تصريحاته غريبه شويه لكن رونالدو ممكن سنتين كمان يعني سنتين ممكن وشكر. سنتين وميسي سنتين لان هو ايه لما بتلعب بقى على الواقف يعني باصه حلوه اسيست خطير خلاص انت بتستغل موهبتك بس بنفس المنطق اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني طب ما الكلام ده ينطبق برضو على صلاح اللي هو اصغر سنا يعني برضو لسه في مساحه ايوه ما هو هو لسه. كمان يوصل لل 37 39 عشان كده انا بقول لك ان المنطق يعني يمكن تطبيقه على صلاح كمان اي اكيد طبعا هو طبعا ده مرتبط ارتباط شرطي باستمراريه توهجه ايوه ومع الفريق اللي هيلعب فيه ما هو ما يروحش يعمل مثلا يبقى عنده 36 او 35 مثلا يلعب في فيورنتينا مثلا او حتى في ولفرهامبتون او فريق مش ما يشيلكش انت لما انت هو السن ليه حكم انت الموهبه ما بتتاثرش بالسن عشان كده ميسي هيفضل زي ما هو بس مش هيجري بقى مش هيقطع يجيب نص الملعب وخلاص هو بيلدي الباصه دي الموهبه رونالدو بيعافر شويه لانه هو فايتر اقوى شويه من ميسي والبرجل بتاعه واسع شويه فشويه لكن برضه في النهايه السن ليه حكم أكيد. فلما يكون كده يعني محتاج بقى اللي حواليه يشيلوه على صلاح ان هو يفكر في المستقبل البعيد وليس القريب فقط ان هو مش بس هتجدد بص يعني ممكن يجي لك رقم رهيب جدا مثلا من نيوكاسل ويكون الفرقه مش حلوه فلا بلاش خليك في فريق يكمل مجدك اللي انت بتعمله ده عمال تحطم ارقام في كل حته بسم الله ما شاء الله انت اكتر لاعب افريقي مسجل في الاقوى دوري في العالم اللي هو البريمير ليج داخل على قدامك تقريبا 10 اهداف وتحطم رقم دروجبا برضه كافضل لاعب افريقي مسجل في دور الابطال مقبل على ده انت لسه السنه دي ان شاء الله البطوله مكمله وان شاء الله اللي بعديها وانت بتسجل 3 او 4 اهداف تقدر تعمل ده ان شاء الله عليه ان هو يختار زي ما قلت لحضرتك المستقبل القريب والبعيد انه يحسب السن اللي قدام شويه بس طيب لو رحت لوكاكو شويه وتشيلسي سريعا كده والازمه تقول لنا ايه فيه انا اتصدمت بصراحه في اللي عمله لوكاكو لانه دبابه بشريه بسم الله ما شاء الله راجع لتشيلسي اللي هو كان فيه اساسا كنه يجي طالع بتصريح بصراحه لم يوفق فيه ان هو بيحن الانتر ميلان حاجه غريبه جدا غريبه جدا وان انا مش سعيد وان انا مش وعايز الناس هو حسنا فعل تخيل ان هو اعاده احتياطي في مباراه مهمه بتاع ليفربول اداله رساله انت مش مهم الفريق هو الاهم يعني كان ممكن بعقليته الاوروبيه انا ده لاعب عندي والعب المصلحه رغم ان هو رجع واعتذر بس ما اعتقدش هيكون له مستقبل في تشيلسي بعد التصريحات دي لان هو الفريق اوريدي شغال من غيرك وكويس من غيرك وبعدين تصريحاتك غير مبرره انت النجم الاول في الفريق راجع الناس كلها مرحبه بيك عمالين يقولوا الصفقه ومن ضمن الصفقات اللي عملها الدوري الانجليزي السنه دي كان روماني لوكاكو وانت جاي اصلا من النادي واخد الدور الايطالي اللي جاي الفريق في الدوري الانجليزي تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا هيلعب كاس عالم الانديه وفي الاخر انت بتقول تصريح زي كده لم يوفق تماما وما اعتقدش ليه مستقبل استاذ محسن احنا تعبناك معانا وفرهضناك معانا ملفات كتير قوي الحقيقه بس احنا كنا طبعا عايزين نعرف يعني رؤيتك لكل ملف من الملفات اللي احنا اتكلمنا فيها نشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده جزيل الشكر وان شاء الله نشوفك على خير لا بس قراءه بجد جميله جدا مع حضرتك استاذ محسن تنورنا تاني ان شاء الله نشكر حضراتكم شكرا يا كريم حلقه جميله نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي